المقاتلة YF-23 والمعروفة أيضا باسم الأرملة السوداء، هي نموذجا أوليا لطائرة شبحية مقاتلة طورتها شركة نورثروب جرومان الأمريكية في أواخر الثمانينيات، إلى أنها خسرت السباق أمام المقاتلة الشبحية F-22 في برنامج مقاتلات الجيل الأحدث. ويعتقد بعض الخبراء أن المقاتلة YF-23 تمتلك تصميما يتفوق على جميع المقاتلات، وذلك لأن تصميمها يعتبر طفرة وخروجا كليا عن التصميمات التقليدية. وامتازت المقاتلة بجسم طويل ونحيف مع زوايا حادة وشكل مسنن عند الأجنحة. وامتلكت هذه المقاتلة سرعة تصل إلى 2.2 ماخ. إذن لماذا خسرت المقاتلة أمام F-22؟ هنالك عدة عوامل تسببت بالخسارة، أهمها أن المقاتلة F-22 متعددة المهام وتستطيع القيام بمهام القتال الجوي وضرب الأهداف الأرضية، بينما المقاتلة YF-23 صممت من أجل القتال والتفوق الجوي فقط. وأيضا لأن شركة لوكهيد مارتن تمتلك حضور سياسي أقوى من شركة نورثروب جرومان. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الشيقة اذهب إلى أول تعليق مثبت.